الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حضرنا زواج وكان من ضمن ما قدم للمدعوين مصاحف صغيرة وقد أخذها الأطفال ومزقوها، فهل يجوز توزيع المصاحف في هذه المناسبات؟ الحمد لله، إن من القواعد المقررة في الشريعة وجوب صيانة كتاب الله عن كل ما يوجب امتهانه، فأي فعل يتضمن امتهان كتاب الله عز وجل فإنه محرم شديد التحريم، فيجب علينا أن نصون كتاب الله وأن نحميه وأن نعظمه. فإذا كان توزيعه في مثل هذه المواضع مما يوجب امتهانه فإن الواجب علينا ألا نفعل ذلك وأن نكف عن ذلك، فلا أرى جواز توزيع المصاحف في حفلات الزواج بهذه الصورة المشينة، لأن أثرها هو ما ذكرته السائلة وفقها الله من أنه مزقه الأولاد والصبية الصغار مزقوه، وصار الناس يطؤون أوراقه، وأي إهانة للمصحف أعظم من ذلك. وبناء على ذلك فلا أرى جواز هذا الفعل، أو لا بد من تنظيم توزيعه في طريقة تضمن لنا حمايته وصيانته عن مثل هذا الامتهان. فالواجب علينا أن نكف عن كل فعل يتضمن إهانة كتاب الله عز وجل، فلا نعود إلى توزيع المصاحف في حفلات الزواج بهذه الصورة، حماية لكتاب الله عز وجل وصيانة له واحتراما له وتعظيما لمنزلته ومكانته، والله أعلم.